المعرض الذي ينظم برعاية وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة يستقبل خلال 3 أيام 80 عارضا مغربيا ودوليا، كما سيتم على هامشه تنظيم أكثر من 50 ندوة وورش لمناقشة الجوانب القانونية الخاصة بالتجارة الإلكترونية والثقة الرقمية. هذا ونظمت يوم أمس بالدار البيضاء ندوة صحفية تمحورت حول تقديم الخطوط العريضة للمعرض وكذا توقيع اتفاقية. اول حاجه احنا فخورين كفيدراليه بهذه الاتفاقيه اللي وقعنا مع الفيدراليه الجمعيات المستهلك المغرب. هذه الاتفاقيه اللي غادي تمكن المنخرطين في الفيدراليه ديالنا باش يمكن لهم يحسنوا القانون سميتو لي كونديسيون جينيرال دو فونت ديالهم، وباش يمكن لهم يكونوا باش بور سو كونفورمي لي زيجونس ديال القانون 31.08 ديال المستهلك كيحمي ذلك، والقانون 9.08 اللي تهم حمايه المعطيات دوني اكاركتير بيرسونيل. وحول خصوصيات هذه النسخه يضيف رئيس الفيدراليه خصوصية المعرض ان شاء الله النسخة الثانية ديال المعرض. هذا المعرض هذا من بعد نجاح ديال الدورة الأولى، المعرض الدورة الثانية ان شاء الله غادي احنا اللي غادي احنا كفيدرالية ما تنقلبوش باش نربحوا باش نحققوا أرباح. إذا هذا المعرض ان شاء الله غادي يكون غادي المنخرطين صديق المنخرطة ديالنا 191 منخرط في الفيدرالية غادي نعطيهم داك لي ستون دو بري دو روفيان، دونك ما غاديش يخلصوا، غادي يخلصوا غير داك لا موكيت وداك داك المسائل ديالهم اللي غادي يخلصوها مباشرة مباشره للشركه اللي لاميناجور، الشركه اللي تهيئ المعرض. اذا حنا في هذه الدوره الثانيه ان شاء الله ما بغيناش نحققوا ارباح، وبغينا غير نطوروا القطاع وندفعوه ان شاء الله لقدام. وسيتوج المعرض باجراء مسابقه خاصه بافضل مواقع التجاره الالكترونيه المغربيه، وتخصص هذه المسابقه لمكافاه اصحاب افضل انجازات في اصناف المقاولات الالكترونيه والخدمات وشركات التسويق الالكترونيه.